كيف تصلي صلاة الأولياء والصالحين؟ اعلم أن كل جارحة في جسدك لها عبادة في الصلاة، عبادة الجوارح. أولا عبادة الجسد، القيام تعظيما والركوع تواضعا والسجود تذللا والجلوس تأدبا. وعبادة القلب، الخشوع والخضوع والتعظيم والحياء. عبادة العقل، التفكر والتدبر فيما يقال ويقرأ. عبادة الروح في الصلاة، التذلل والتنعم وقرة العين والفرح بالوقوف بين يدي الله. عبادة اليدين في الصلاة، الرفع تعظيما والقبض تأدبا واستسلاما. عبادة الأذن في الصلاة، الإصغاء تفهما. عبادة العين في الصلاة، خفض الطرف تأدبا وحياء مع الله. عبادة اللسان في الصلاة، التكبير تعظيما والترتيل خشوعا والتسبيح والتحميد والتحيات بتوجه والتسليم. تلك عبادة اللسان في الصلاة. هذه العبادات في الصلاة لو حققتها فقد صلى جسدك وقلبك وروحك وجوارحك.